نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه او كما قال صلى الله عليه وسلم جناب صابر عبد الرزاق پیشے آپ نے اپنی وکالت سے اپنے موکلہ الفیہ یوسف شیخ کی ذات کو مکتوبہ دو گواہ معین الدین عبد الرزاق شیخ اور اللہ صاحب ملا ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو الفیہ یوسف شیخ کی ذات کو ایک تولہ سونا نقد مہر کے عوض میں مولانا شاکر معین الدین شیخ کے عقد و نکاح میں ان کی بیوی بنا کر دیا جی ہاں مولانا شاکر معین الدین شیخ جناب صابر عبد الرزاق شیخ نے اپنی موکلہ الفیہ یوسف شیخ کی ذات کو مکتوبہ دو گواہ معین الدین عبد الرزاق شیخ اور اللہ صاحب مولا ان دونوں گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو الفیہ یوسف شیخ کی ذات کو ایک تولہ سونا مہر کے عوض میں اپنی بیوی بنا کر کے دیا تو آپ نے الفیہ یوسف کو اپنے عقد و نکاح میں قبول کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم